فأيها الإخوة الكرام، كان درسنا الأول أن الاستعداد لاستعادة مجد الأمة يحتاج إلى إعداد مستمر ومتراكم وليس بين يوم وليلة. ثانيا، أننا في حاجة لدراسة أصول ديننا الذي نعيش به الآن، بدلا من أن نجده بعد سنوات دينا محرفا ومغيرا ومبدلا. الشيء الثالث، أن المآسي توجد الهمم وتبعث الهمم لتصنع أو لتستعيد الأمم أمجادها، فمن قلب المآسي تخرج الانبعاثات الحضارية الكبيرة للأمم العظيمة. أخيرا، أنه ينبغي علينا أو ثبت عندنا بالدليل أن أهل فلسطين لم يفرطوا في ديارهم يوما، ولكن المغرضين والشانئين الذين تركوا الأجداد في أيام النكبة وسلموا بقية الأرض في أيام النكسة هم الذين يسلمون الأحفاد الآن بالخيانة والخزي والخذلان والعار. هذا لا ينبغي أن يكون أيها الإخوة. أخيرا، ليس عدد الشهداء فقط هو الذي يزري في المسألة، فقد شهدنا في ليبيا مثلا في ليلة واحدة مات من إعصار درنا 6000 وفقد 5000، في المغرب في ليلة الزلزال مات 3000، في سوريا وتركيا مات في ليلة واحدة في زلزال فبراير 56000. ليس المشكلة في كثرة العدد، لأن الموت حق وآت وكل إنسان له أجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن المشكلة فين؟ المشكلة أن 10000 من أهلنا في فلسطين، مع الآلاف الذين يقتلون في سوريا، ومع الآلاف الذين يقتلون في السودان، يقتلون أمام أعين إخوانهم. لا نستطيع رد الزلزال، لكننا نستطيع أن ندفع عن الضعيف. لا نستطيع رد الإعصار، ولكننا نستطيع أن ننقذ المستضعف من الاستضعاف الذي هو فيه. لا نستطيع أن نمنع كارثة بيئية كبيرة، لكننا نستطيع أن يمد يد العون لمن هو في حالة الاستضعاف والذل حتى ننقذه ونرفع من شأنه ونوقف ما يمارس عليه. أما وقد كان الحال كما نرى، فهذه هي الفظيعة أو الشيء الفظيع، أن هؤلاء يقتلون أمام أعيننا ولا أحد يحرك بذلك عينا ولا يرفع بذلك رأسا. وإلا فالموت حق على كل الناس، وبشرى لهؤلاء الذين راحوا شهداء، فلم يضيعوا ولن يضيعوا وسيبقون عند الله أحياء كما قال ربنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.